ضيوف الأفاضل، نرحب بكم ونشكركم على الحضور لمشاركتنا في احتفالات المنطقة طيطان بالعيد الوطني 21 المجيد. وإذا كان هناك من كلمة فإنني باسمي وباسمكم أرفع خالص التحية والعرفان والشكر والامتنان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي أرسى قواعد نهضتنا وخطها بأحرف من نور على جبين الزمان، متمنيين لجلالته مافور الصحة ولعمان المجد والعزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غني عمان المجد وبالالحان شني واشقنا بنغمات تطربنا صداها، صوتك المحبوب لحنه قد شجانا واطرب جميع الناس وكلا قد هواها. عمان امي لجلك دايم اضحي بكل روحي ودمي احمي حماها، انت لنا رمز في البلدان دوما وابنك المغوار قابوس بناها. ها هي الاثار تحكي عن عمان، ها هي الآثار تحكي عن عمان وتشرح الأحداث لماضي حواها. ماض بهالأيام الأبطال شنوا على عدو الخصم عاشوا في حماها. يقول يا هلا يا حي بالعام الجديد، عام فينا يتجه نحو الصناعة، زادت الأفراح رددنا النشيد فرحة تعبيرها في كل قاعة. زادت الأفراح رددنا النشيد فرحة تعبيرها في كل قاعة، في جلوس الشهم قابوس بن سعيد نحتفل بالعيد مع كل الرباعة. مكرمة ترمي بنا صوب البعيد، للتقدم دائما نعمل بطاعة، خلف قائدنا الأبي إيدا بإيد، رابطتنا دوم تعطينا المناعة. كل شيء ما بالهمة يزيد وبالتعاون سهل ما نهوى انتزاعه، فالعمل لا من خلافه نستفيد، فالعماني خير عنوان الشجاعة. علنها السلطان نهضة ثائرة، حدد معالمها بكل عزم وإصرار، نحو التقدم بلادي سائرة بخطوة حثيثة شاملة في كل مضمار، ودع المواطن في بناها يشاركه لحق فيها يقرر ويختار. ودع المواطن في بناها يشاركه لا حق فيها يقرر ويختار، مجلس الشورى جميعا باركة سنة الإسلام شورى بما سار. Yeah.
يشبه من الهاتف.